كالعادة تلقاو في برنامج نهارك زين برشا أفكار مزيانة خاصة للنساء اللي يبداو قاعدين في الدار وعندهم شوية وقت فراغ. شكون فينا يقول قايل ما عندوش غربال في الدار؟ نصور أنا إنسان مقديتي كل عندهم غربال، والحاجة الوحيدة اللي من اليوم ما نجمناش نعوضوها بحتى أباري أخرى، دونك الغربال مازال موجود ومازال شادد بلاصتو، معناها نقولوا احنا ما يعوضوا حتى شيء. وهجر اليوم عملت فكره مزينه باش نحب نرحب بها قبل كل شيء. هجر نهارك زين. صباح الخير، نهارك زين سميه، نهارك زين، نهار زين الناس الكل. الغربيل عملت عليه جو سميه. ورسمي عملت عليه جو على الاخر، شوفوا محلاه، شوفوا بالحق في الكاميرا شوفوا محلاه. دونك هذيا تنجم راهو معناها تزين به الكوجينه نتاعك، نبعدوا عليك لي تابلو اللي نتاع الغله والكل. ديما حاجات قديمة والكل، وحتى كي تبدا ديزاين نتاعها جديد راهو كي نعملوا حاجة معمولة باليد وتبدا مثال الغربال نتاعك هكا نتاع ديكور هكا تزين به الكوجينة نتاعك، أنا نتصور معناها بالحق حاجة مزيانة على الآخر. وحتى كي تجيب وحدك صاحبتك ولا أمك ولا حاجة تقول لك محلي، وكلنا نتصور هجرة عندنا الورد اللي ما عادش نستحقوه اللي قلقنا منه وساعات نطيشوه، دونك هاكا نعاود نعملوا وحدنا تخوك كيما هكا. كما قلت سمية حكيت أنا كل شيء. لا بالعكس، كما قلت سمية ان فيت الغربال هي حاجة معناها من قديم الزمان، هما يتقولوا للفراعنة خلقوا الغربال معناها بالقماش، بدا بشوية بشوية يغربلوا به الحاجات نتاع اللي يستحقوا لها في الماكلة. ولتوا حتى احنا الغربال ما نجم ياخذ حتى ماشين معناها الكتريك ما نجم تاخذ بلاصة الغربال، وهذه حاجة تفرح ياسر. هكاك باش نقعدوا ديما ندعموا معناتها الحاجات اليدوية وندعموا معناتها لي زارتيزون باش يقعدوا ديما ينتجوا ويبيعوا، معناتها والصنعة هذه فوالا والصنعة هذه معناتها ما يهربوش منها لي جون مادامها تقعد عليها إقبال ديما تقعد موجوده. دونك احنا بطبيعتنا قداش وصل سمو هذا التو الغربال؟ والله الكبير بالكل يظهر لي 10000 معناتها اغلى غربال بالكبر، معناتها اكبر واحد 10000 12000. هو عندك الغربال وعندك المهريس نورمالمون، اي حتى المهريس نستحقوا له على الاخر نستحقوا له، واللي جات بيريود معناك العباد كل اللي هكا بعدوا عليه شويه، اما كوميم هذول سوم مازال غالي سوم المهريس هذول مهريس خاطر يبدا نحاس، اما اللوح مرفق كوميم. ما لا نحكي على الاخر اللي عمل حس نحاس خاطر نحاس غلي، دونك اوتوماتيكمون هو يبدا رزين وكل، ما هي حاجه تتشري مره في العمر. اما هذوما الحاجات المزيانه اللي ماذا بينا ما نلقاهم في كل كوجينه، مثلا خاصه حتى اللي زهزوا توا البنيات اللي باش يعرسوا المزيانات في الصيف، راهو فما حاجات ينسيوها في الزيز كيما الغربال كيما المهريز كيما كيما الزاز وحاجات نحاس مزيانه نحاس نقولوا وان بلوس سمية حتى في كوجينه تخي موديرن كي تحط قطعه هكا اوريجينال وقديمه فقديمه هي ديما يسمعوا فيها مي حاجه نتاعنا معناها نستحقوا لها كيما هذا تزين فوالا هذاك ينجم يجي باني ينجم يجي في سال دو باي ينجم يجي نحطوا فيه المناشف نحطوا فيه الغله نحطوا فيه الخبز اون بلوس الحكمه نتاع الغربيل نجم تعلقوا في الحيط انا عجبني برشا التعليم معناها حتى كي تكون الكوجينه نتاعك موديرن على الاخر معناها وينجم يجي مرفع نجم نحطوا فيه ميغوار زاد الغربيل اكل الكونتورينغ اللوح هذاك يعطي هكا توش اوريجينال ومزيانه سورتو في دي زيسباس يبداو كلهم اون بوا معناتها ساعات ما تلقاش تابلو يخرج معاك الاسباس هذيك معناتها تلقى اوثنتيك سبيسيال والا عندك برشا لوح والا فما ناس ما تحبش لي ماتيغ معناتها ما تحبش البلار ما تحبش البلاستيك ما تحبش الالوان دونك الحاجات ناتوريل هذوما يعاونوهم برشا باش يقدوا معناتها يزينوا الانتيغيغ نتاعهم اتام وكيف كيف هو في حكمه بيسكو في كنقبات هذوما يخليوا الغله ولا الخبز ولا اي حاجه نحطوها تتنفس دونك ما تفسدش فيسع سورتو البرتقال والمدالينا وكن نلاحظوا اللي فيسع معناتها ساعات يتيبوا فيسع وكل دونك في الغربال تكون اي خلينا نوريو نوريو الغربال الثاني الموديل الثاني فوالا دونك حطينا فيه الغله وكيما نجموا نحطوه بانيه كيما نجموا نحطوه هكا ريت محلاه مزيان على الاخر فوالا تقعد اون فالور الحاجه الغله ولا الحاجه اللي باش نزينوها نحطوا هذوما سميه بون حطينا دوغي هنايا اللي هو زاد خيط 100% تونسي معمول باليد نجمو نزيدو نزيدو سمية هذوما زيد ماتروزين هكاك نعطيه توش هكا ستيل شوية رمضان و خاصة هذوما في شهر سيدي رمضان تنجم معناها تزين بهم حس العباد الكل بديت تفوح شهر معناتها بديت تفوح بديت تفوح ريحة التوانسة السنة متأزمين شوية إن شاء الله لي يا ربي إن شاء الله بإمكانيات صغيرة كل واحد يقدر يعمل اللي يحب عليه وربي يحن على الناس الكل يا ربي أسمع بركته هو راهو اي والله بركته صحيح رمضان ديما يجي بركته قبل ما تخمم في روحك خمم في جارك خمم في صديقك خمم في زميلك راهو
الصدقه باهيه في شهر سيدي رمضان، خاصه حتى العبد اللي عنده راهو في رمضان، حتى كي تستدعى ولا توكل عبد لبس عليه عندك اجر. نتفقدوا ديما خاصه مثل الكونسييرج اللي يبدا مثل في عماره اللي يخدموا اللي يشقوا فطرهم ساكن غاديك ويحسوا الكل، دونك نتفقدوا شويه نهزوا لهم شويه ماكله نهزوا لهم عشاهم، راهو ما فيها باس والله. دعيوه خير معناه يرحموا لك على والديك، نصور انا خير من الدنيا وما فيها معناه، فهمت؟ ودايوغ ديما يلزمنا نتطبقوا مش كان في شهر سيدي رمضان. وريني ترا دونك جوست محلاها الفازاي وبيان سور كل حد يزين حسب التيم نتاعو. هنا بون فما غوز نجم يكون سيرفيس اون بلون، نجم تكون معناتها القاعده نتاع السهريه هكا فيها حاجات دوغي نحاس دوغي، نجم تكون لوح زاد نشوفوا اللي لوح ياسر مزيان تنشوفوا مره اخرى. تو شهر رمضان كل مره نشوفوا حاجه تابعه الطاوله وهي تكون من الاختزانة ومن التراث نتاعنا. مركزين باش تواصل ان شاء الله في شهر سيدي رمضان هاكم باش نعمل لكم دي تروك معناها ديفيرون ان شاء الله باش يكونوا في شهر سيدي رمضان، نعطيكم برشا افكار كيفاش حتنجموا تزينوا الطاوله نتاعكم. وعجبني انا ديما الدونتير نقولوا احنا اللي تقاوم الدونتير وحاجه اللي ما تموتش بالحق، عندك الدونتير ما يموتش بالكل. الدونتير تلقاه خاطر في كل شيء، نجم تحطه في اللبسه في الديكوراسيون في الاناب في المنادل، نجم تزين ما نعرفش قول بيتا دونتير تبدل لك الحكايه الكل. معناها ديجا هو فيه ثخامه وفيها كتوش نتاع ترونسبارونس اللي ديما تلقاها معناتها تعطي حكايه فالور وتزين لك الحاجه اللي تحط فيها. دونك الغربيل تاعنا هذا جوست حطينا فيه دونتير. كما قلت سميه زاد بيانتو العرايس وحمام العروسه، وساعات نعملوا هكا نقدموا برشا حاجات في الحمام، نعملوا ماكله ولا نعملوا فطور صباح. دونك النجم التام نتاعنا يكون زاد غربال نزينوه بالدونتيل نزينوه بالنوار حتى بريسبسيون خاصه في الحمام العرايس جوستومون حاجه هكا معناتها تري اوريجينال مع هكا قفه صغيره تبدا فيها المستحقات نتاع العروسه ولا نتاع ليزانفيتي. دونك النجم التام ولا برشا نشوفوا زاد لي ميزون دو توا توندونس تلقاهم في الاخضر في بلايص معناتها ناتوريل. نجموا زاد الغربه اللي يكون سونتر دو تابل ولا يكون بانيي تاع خبز معناتها في لي ريستورون وكل، هاي حاجه ياسر مزيانه وان بلوس يتغسل وماهوش معناتها ثمين، الناس الكل تقدر عليه وتري اوريجينال ويستحفظ على الحاجه اللي باش نحطوها في وسطو. عجبني برشا فاس الدونتيل هوني تحسها معناها سامبل، فما ننسى خاصه تعشق معناها تبدا حاجه تكون البساطه مثال في الغربه اللي احنا خدمناه اليوم 12 نهجر مثال كان زيد زينها مثال بيرل ولا حاجه نصور تاع هاني قلت لكل واحد وشنو هو الديكور نتاعو التام اللي باش وانت عملتوها كيك معناتها فوالا هنا حطينا فيه دي كيك حطينا فيه شويه دقله او كان نجمو معناتها نحطوه في السهريه في السحور في البتي ديجني نحطوا فيه الحاجات اللي نستحقوهم الكل، نجمو نحطوا فيه شويه فيكيا شويه اي حاجه نحضروها شنو نستحقوا به تو نسيري قاعده تتفرج فينا وتشوف في الحاجات هذوما الميزانيه هذوما شنو نستحقوا نتصور نستحقوا حتى نستحقوا غربال ولا نتاع ذاك اللص هذا السيليكون اللي ماذا بينا كل مراه تبدا عندها خاطر يلصق كل شيء اللي ماجيك معناتها اي حاجه في فما في الميرسوري الميرسوري تنجم تاخذوا في الكانكيوري زاد يظهر لي وصومه معقول على الاخر. دونك هو بون رد بالنا ديما خاطره سخون مي سينو معناتها يلصق لنا اي حاجه هذا مثال تنجم تقصهم مثال اذا عندك مثال انا نقول مريول ولا جبه قديمه ولا ما عادش تحب تلبسها تنجم انت هكا تلقى فيها ديما ديزاين خاصه ديزاين معناتها تراديسيونيل والكل دونك تنجم تقص وتعمل اللي تحب عليه. ويقول القايل توا شكون مازال يعرف يغربل هاجر؟ والله يا سيفغي هو تعرف تغربل ولا لا؟ والله انا ما سحقلوش الغربيل في الدار خاطر ما عادش نغربل كيف سحقه معناها تعرف تغربل؟ نعرف نغربل اي نذكر كنت قبل نعاون في التغربيل معناتها جوست لازمك تبدا بيدك سي بيان فهمت دونك تخدم بيدك وبعد تغربل حتى لين تتحصل على الحاجه الرقيقه الفينو اون بلوس كيف فما حاجه زايده تقعد الفوق ما تهبطش مهم بيدك بيدك وتعمل هكا هكا بيدك وتدورها فوالا تقعد داو الغربيل اي والله نسي بكري خلينا نعملوا دافي نسي اللي قاعده تتفرج فينا الكل كل كل خاصه كبار في العمر تبعث لنا فيديوهات حتى مثال تعرفش عندك تليفونك وتقول بنتك وريونا الطريقه الصحيحه نتاع التغربيل نتاع التغربيل الصحيحه هكا وتعمل تك تك شكو هكا إيه نسيت حاجه هكا تزيد تكمل باليد بعد تعمل هكا حل الظهر فيك تعرف تغربل غربلت قبل عادله يقول احنا فما مثل يقول نخاف نهزك
يا غربالي لا يتيحوا منك الكل حاجه هكا في مثل يقولوا هكا ماذا بينا انت على اصحاب الكل دونك ماذا بيك تخليهم حتى كانوا موجودين في الغربال ما تغرب لهم خاطر راهو كان زين نهار وغربلتوا صدقني يقعد لك فيه حتى واحد هذاك لا ما ان شاء الله يقعدوا كان البهين مي بون واحد هي تغربي الحكمه في الحياه واحد ماذا بيه ديما يعرف كيفاش يختار ويفرز ويغرب الامور الكل فيت قد ما تبدا يقعد كل الحاجه الصحيحه معناها ما تحبش تغرب لا لا نغرب لا مش كيفك سمية خلي كلمة الختام عزيزتي ان شاء الله رمضان مبروك وكما قلت سمية كل جمعه ان شاء الله نجيبوا حاجه معناها بسيطه على الاخر اما هامه ومميزه باش تزين لنا الدار نتاعنا بكل ما تبسوم مرفق وحاجه مزينه اوريجينال ديما تخلينا في ليغاسين وفي اصولنا وجذورنا اللي هما ديما معناتها كل واحد نحبوهم ونفتخروا بهم. ميرسي بوكو هاجر المرغني اخصائيه في الديكور يعطيك الف صحه ديما تجينا بافكار ياسر مزينه بالحق اليوم شخت عليه الغربله على الاخر كل واحده فينا عندها غربله وكتروح في الدار معناها هذا كان اذا كان عندك بالطبيعه سينو تاخذ ب 10000 وتعمل ديزاين حلو برشا في الحمام في الكوجينه معناها حتى مثلا بون في الصالون ما نجمش نقول لك ميرا في الكوجينه يمشي معناها في الاوتخي تاع الدار يجي في التوش زاده اون بليس نجمو نخليوه حتى في ليتا بروت نتاعو معناتها مزيان سي اون بوا فما برشا عباد كيما قلت لك يحبوا الحاجات الناتوريل سامبل دونك نجم تجي حتى في الاونتخي تاع الدار فيت بوش نجمو نستعملوه زاده ينجح برشا كي تكون مثلا كي نتاع غله دونك تبقى نتاع غله ياسر مزيان خاصه زينوا بها طولتكم في شهر سيدي رمضان ان شاء الله يا ربي ينعاد عليكم بالصحه والخير والعافيه والبركه هذه نهارك زين مرحبا.